الفيديو اللي فات هضرنا على الاداب والعادات ديال الكنديين، دابا اليوم غادي نهضروا على الحاجه اللي عيب والحاجه اللي فريمون كتعتبر من قله الادب عند الكنديين. اول حاجه اللي كيعتبروها الكنديين فريمون حشومه وعيب وهو داك التحنزيز ولا التحديق باللغه العربيه، سورتو بالنسبه للناس اللي يلاه جاوا جداد لكندا. سي فري دي فوا تقدر تشوف شي حاجه اللي ما كنتش كتسنى تشوفها، وهاد الرياكسيون ديالك انك كتبقى حاضي بنادم ومتبعه بعينيك بالنسبه لهم عيب، عيب وحشومه. يعني فريمون الا تحتي فهاد لا سيتوياسيون وسهيتي وبقيتي كتشوف شي واحد وحصلتي، المهم كدير واحد الابتسامه خفيفه وكتقلب عينيك تو سامبلومون. الحاجه الثانيه اللي ضروري تجنبها هنا في كندا وهي الرشوه. مثلا تحتي في سيتوياسيون كنتي غادي شاد الطريق سايق، درتي واحد المخالفه وحبسك بوليسي، الحاجه اللي فريمون ما خصكش ديرها هو انك تحاول ترشيه، زعما تدور معاه باش يسد عينو ولا باش ما يعطيكش ديك المخالفه، حيت تو سامبلومون غادي تعطي ان ايفي كونترير، غادي تاخذ المخالفه ديالك اون بلوس دو سا غادي يزيد يعطيك مخالفه اخرى ديال محاوله انك حاولتي ترشي. الحاجه الثالثه اللي ما خصكش ديرها هنا في كندا وهو انك ما تسولش دي كيستيون كي بوف اتر ان بو بيرسونيل، مثلا الناس اللي خدام معاهم ولا اون بيرسون اللي يلاه تعرفتي عليها شويه، كتجي حشومه انك تسولو دي كيستيون بحال مثلا واش مزواج، واش خدام، واش عندك الاولاد، واش مسلم، منين نتايا، شنو لوريجين ديالك. هاد كاع دي كيستيون كتدخل في لو بريفي، يعني الناس ما كيتقبلوش انك تسولهم هاد النوع ديال الاسئله. وميم الا كنتي تعرفتي مثلا على شي ناس وفريمون تعرفتي عليهم مزيان وليتو دي زامي، دي فوا سي نورمال انك تبدا تسولهم وتسولهم دي كيستيون ان بو بيرسونيل، مي الا حسيتي بهذيك لا بيرسون ديرونجات بديك لي كيستيون صافي كتبدل الموضوع، يعني ما تبقاش تحكر وطرح لي ميم كيستيون. هاد القضيه ديال لي كيستيون بيرسونيل صراحه دابخي مون اكسبيريونس بيرسونيل فريمون الناس اللي يقدروا يسولوك هاد لي كيستيون بيرسونيل وتجيهم عادي هما ولاد بلادك، مثلا تلاقيتي شي مغربي وتوقع زعما يسولوك هاد لي كيستيون باسكو زعما لو باك جراوند ديالو داير بحال هكا كانه مولف كيسول هادوك لي كيستيون، حتى انت كتجيك عاديه وتقدر تجاوب. حاجه اخرى عاوتاني حتى هي كتعتبر عيب وهي انه الا كنتي مثلا دخلتي لان سوبر مارشي تقديتي شي حاجه وكنتي غادي كنتي صافي خلصتي وبغيتي تزيد، ولا مثلا كنتي دخلتي لان اسونسور ووصلتي ليطاج ديالك وبغيتي تخرج منه، كتجي عيب وحشومه انك ما تقولش ما تسلمش عليهم قبل ما تمشي، جونغ كنتي خارج مثلا من لاسونسور كتقول لهم هاف ا جود داي ولا تري بون جورني. وهاد القضيه هادي كديرها ميم في الاول، مثلا مشيتي يلا دخلتي لشي محل مثلا كتقول بونجور وغود مورنين ولا غود افترنون، هادي داخله فريمون في لا كولتور ديالهم السلام وداكشي ضروري خصك تقولو. دابا وصلنا لواحد لو بوين اللي حتى هو مهم جدا بالنسبه للكنديين وفريمون خصك ترد معاه البال، وهو هما الحيوانات والطبيعه اون جينيرال. حنا صراحه ونيتي سيغ كيفاش جينا زعما في الاول ميم اون بلان فيل كيبان لك الحيوانات بارتو، تقدر تكون غير خارج هكا في الشارع كيبان لك شي اكوري ولا يبان لك شي حيوان عجيب غريب دايز، يعني هاد القضيه ديال الحيوانات فريمون كتلقاهم عايشين معاك في وسط المدينه، مي بيان سيغ خارج المدينه بلا ما نناقشو كتلقى الحيوانات بارتو. وهنا القضيه ديال الحيوانات عندهم سون تري بروتيجي، يعني ما عندكش الحق انك تقرب ليهم ولا تضربهم، ميم في دي زوندغوا مثلا في دي بارك كتلقاهم حاطين واحد السين بان كيقول لك ما خصكش تعطيه الماكل، كوم سا ديك الحيوان كيبقى كياكل بطريقه طبيعيه. و اون بارلون دي زانيمو واحد الواقعه وقعت وهذه سي غيال، واحد السيد كان يلاه جا لكندا مخرجوا عائلته لواحد لو بارك ويبان لهم واحد الفرق ديال الوز، شدوا واحد الوزه ذبحوها، المهم السيد دا داك الوزه وجا واحد السيد داز من تما من البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه ويبان ليه الريش والدم، صافي اوتوماتيكمون بان ليه الريش والدم عيط لي زوتوريتي. والفكره ماشي كانت انه زعما عرفوا بانه بنادم اللي دار داكشي، قالوا بروبابلومون يكون شي ديب ولا شي دب يعني داز من تما. هاد القضيه كتوقع بانه سي فري يقدر يكون شي حيوان فريمون كبير يقدر يدخل الوسط الحضري، وهادي كانت وقعت هنا في اوتاوا، كانت وقعت فريمون اون بلان فيل لقاو دب دايز. ايفيكتيفمون دار واحد لانفيستيغاسيون قلبوا بداو كيقلبوا بيان سور لي كاميرا اي سون بارتو، تلقاو عرفوا السيد بان فلان راه هو اللي دار الفعله هادي، عيطوا ليه بيان سور شرحوا ليه قالوا ليه ها القانون شنو فيه اتسيتيرا اتسيتيرا، وبيان سور فرضوا عليه واحد الغرامه شحال اللي خصو يخلص، خلص واحد 7000 دولار 7000 دولار اللي حكموا عليه على ود داك الوزه. قال لهم فوالا ما نقدرش نخلصها اتسيتيرا، قالوا لي ماشي مشكل راه تخلص بشويه عليك، يعني خلص فريمون الطريقه اللي بغيتي انت بشويه عليك تتخلص. اي بيان ايفيدامون من ديك النهار ما بان لي شي زعما ولا شي حاجه راه كيقلب. حاجه اخرى اللي هنا في كندا حتى هي خص الانسان يرد ليها البال وهو ان البنادم الا كان لاباس عليه ما يتسناش ان تريتمون دو فافور، ماشي حيت انت عندك الفلوس الناس غادي يتعاملوا معاك بواحد الطريقه ان بو ديفيرونت على الناس الاخرين. المهم هنا الناس اي سون ايغو بحال عندك الفلوس ما عندكش الفلوس كاع الناس كيتعاملوا معاك بلا ميم فاسو، كيتسناوك تتعامل معاهم بلا ميم فاسو. وهذه القضيه هذه انا شخصيا عشتها، البلاصه اللي خدام فيها انا كيبانوا لك فريمون الناس اللي كيجيو ما كتحسش بان عنده ان ستاتوس
سوسيال اللي متميز على الناس الاخرين, كياخذ لو سيرفيس ديالو بحالو بحال الناس الاخرين. يعني هذه القضيه هذه تقدر تكون ان بو شوكونت لشي اون بيرسون اللي مولفه مثلا في بلادها, كتجي كيكون فريمون الناس دايرين بيه وكيعطيوها ان سيرفيس فريمون بيان بيرسوناليزي بارابور الناس الاخرين. هنا فريمون ما كايناش هذه القضيه, هنا الناس اي سون ايغو, كلشي كيتعاملوا بنفس الطريقه. حاجه اخرى حتى هي هنايا من الحوايج اللي كتعتبر عيب وحشومه, هو انك تهضر خايب على المينوريتي, على الاقليات اللي كاينين في كندا. بطبيعه الحال كندا فيها مجموعه ديال الانواع الاقليات, كاين مثلا الاقليات الدينيه, مثلا كتلقى يهود, كتلقى مسلمين, كتلقى ملحدين, كتلقى ناس اخرين عندهم ديانات اخرى. هنا عيب وحشومه, ودي فوا ميم كتدخل في ليغال انك تهضر خايب على المينوريتي ريليجيوز. لا ميم شوز كتطبق على المينوريتي سيكسويل, حتى هما عندهم هنا واحد القانون اللي كيحميهم, وما عندكش الحق فريمون تهضر عليهم بطريقه خايبه. لي ميرسي ليباتير, الامهات العازبات, حتى هي من الظواهر اللي فريمون كتعتبر عاديه, الناس كيعيشوا حياتهم عادي, وما عندكش الحق نهائيا انك تنتقدهم ولا انك تنقص منهم ولا تهضر عليهم بواحد الطريقه خايبه. اي لا ديرنيير مينوريتي اللي حتى هي عندها واحد القيمه كبيره جدا هنا في كندا, وهما لي زابوريجين, السكان الاصليين او الهنود الحمر, عندهم غير واحد لو ستاتوي ان بو سبيسيال, وما عندكش الحق انك تهضر عليهم خايب ولا انك زعما تسبهم ولا تنقص منهم.